سيداتي أنساتي سادتي من تلفزيون جمهورية سوماليلاند أحييكم وأقدم إلى حضراتكم نشرة الأخبار مستهلا إياها بأهم وأبرز العناوين. رئيس الجمهورية فخامة أحمد محمد محمود سيلانيو يبعث برقية التهنئة لرئيس جمهورية جيبوتي. أمين عام مجلس الشيوخ بجمهورية سوماليلاند يعلن عن تقديم مساعدات لمتضرري الجفاف والقحط في البلاد. هذا وفي نشرة أنباء أخرى وإليكم التفاصيل. بعث اليوم رئيس الجمهورية فخامة أحمد محمد محمود آدم متحدثا باسمه وباسم الشعب السوماليلندي برقية التهنئة لرئيس جمهورية جيبوتي فخامة إسماعيل عمر جيلي وللشعب الجيبوتي الشقيقي، وذلك لفوزه في الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم الأمس في الجمعة في دولة جيبوتي. هذا وهنأ رئيس الجمهورية الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيلي بفوزه بانتخابات الرئاسة التي جرت يوم الجمعة الماضي. بعث رئيس الجمهورية فخامة أحمد محمد محمود سيلانيو متحدثا باسمه وباسم الشعب السوماليلندي برقية التهنئة لرئيس جمهورية جيبوتي فخامة إسماعيل عمر جيلي والشعب الجيبوتي الشقيقي، وذلك لفوزه في الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم أمس الجمعة في دولة جيبوتي. هذا وهنأ رئيس الجمهورية الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيلي بفوزه بانتخابات الرئاسة التي أقيمت يوم الجمعة الماضي بشكل سلمي، وهذه الفترة الرئاسية الرابعة التي يفوز بها رئيس دولة جيبوتي. وأشاد فخامة الرئيس القيادة الرشيدة والتطورات والاستهار الذي توصلت إليه جيبوتي في ظل قيادته، وأشار إنه يتمنى أن تتطور العلاقات بين البلدين الشقيقين سوماليلاند وجيبوتي. جاء ذلك في بيان صحفي أصدره مكتب المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية السيد عبد الرحمن الشيخ فاهية الشمح. أصدر مكتب المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية بيانا صحفي أعلن من خلاله أن رئيس الجمهورية فخامة أحمد محمد محمود سيلانيو بعث برقيات التعاسي والمواساة إلى أهالي وأسرة وزير وزارة الإسكان وإعادة التعمير. أصدر مكتب المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية بيانا صحفيا أعلن من خلاله أن رئيس الجمهورية فخامة أحمد محمد محمود سيلانيو بعث برقيات التعاسي والمواساة إلى أسرة وزير وزارة الإسكان وإعادة التعمير السيد علي حسن محمد لوفاة أخيه المرحوم آدم حسن محمد الذي توفي في مدينة هرقيسة. كما بعث فخامته برقية مماثلة متحدثا باسمه وباسم الشعب لمدير عام وزارة الإعلام والتوعية والثقافة السيد محمد آدم علمي، وذلك لوفاة والده المرحوم آدم علمي بمدينة هرقيسة. كما بعث فخامة الرئيس برقية أخرى لحرس رئاسة الجمهورية وللشعب لوفاة أحد عناصر الحرس الجمهوري والذي وافته المنية في هرقيسة، وتمنى فخامته للمرحومين أن يدخلهم فسيح جناته وأن يلهم الأهل الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. صرح اليوم أمين عام مجلس الشيوخ بجمهورية سوماليلاند سعادة سليمان محمود آدم أن أعضاء المجلس قرروا في اجتماعهم اليوم أنهم سيشاركون في عملية جمع التبرعات من أجل مساعدة متضرري الجفاف الذي ضرب البلاد. صرح اليوم أمين عام مجلس الشيوخ بجمهورية سوماليلاند سعادة سليمان محمود آدم أن أعضاء المجلس قرروا في اجتماعهم اليوم أنهم سيشاركون في عملية جمع التبرعات من أجل مساعدة متضرري الجفاف الذي ضرب البلاد خاصة المناطق الغربية والشرقية، وعلى
أعلنوا أنهم سيخصصون مبلغا ماليا من رواتبهم للمساهمة في جمع التبرعات المالية الذي تعلى داخل البلاد وخارجه. هذا وترأس هذه الجلسة أمين عام مجلس الشيوخ السيد سليمان محمود آدم الذي أشار أن أعداء المجلس سيأخذون دورهم للمساهمة في عملية جمع التبرعات المالية وتسليمها للجنة القومية لمواجهة الجفاف. شارك اليوم مدير وزارة الإعلام والتوعية والثقافة بجمهورية سوماليلاند يرافقه عدد كبير من المسؤولين في الحكومة وفي الوزارة وجمع غفير من المواطنين في مراسيم تشييع جثمان المغفور له المرحوم علمي آدم إبراهيم والد المدير العام لوزارة الإعلام والتوعية والثقافة إلى مثواه الأخير في مقابر النصها بلوط بالعاصمة هرقيس. شارك اليوم وزير وزارة الإعلام والتوعية والثقافة بجمهورية سوماليلاند وبرفقته كبار مسؤولي الوزارة شاركوا في تشييع جثمان المغفور له بإذن الله المرحوم علمي آدم والد مدير العام بوزارة الإعلام والتوعية سعادة محمد علمي آدم إلى مثواه الأخير في العاصمة هرقيسة. وشارك في المراسيم الجنائزي أمين عام حزب كلمية الحاكم وعمدة العاصمة هرقيسة ونائبه ومدير عام التلفزيون القومي ونائبه وعدد آخر من مسؤولي الأقسام الإدارية والفنية بالوزارة وعدد آخر من الموظفين والعاملين في وزارة الإعلام والتوعية. وتحدث في هذه المناسبة كبار مسؤولين المشاركين في هذا الموكب الجنائزي المهيب أشاروا من خلال حديثهم إلى مآثر الفقيد المرحوم علمي آدم والذي وافته المنية في العاصمة هرقيسة. وكان المرحوم أحد مناضلي سوماليلاند والذين ساهموا في الاستقلال سوماليلاند ودعوا الله القدير بأن يسكنه فسيح جناته وينهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. وبهذا مشاهدين الكرام تنتهي نشرة الأخبار، قدمتها إليكم من تلفزيون جمهورية سوماليلاند، وحتى اللقاء التالي أترككم في رعاية الله وحفظه.